قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام السوري استهدفت بصواريخ محملة بمادة الفوسفور المحرمة دوليا بلدة إبدامة في معرة النعمان بريف إدلب، وجاء ذلك بتزامن مع معارك عنيفة بين قوات النظام والفصائل المسلحة في محور كبانة بريف اللاذقية قتل فيها العشرات من الطرفين. ما تزال محافظة إدلب شمال غرب سوريا العنوان الأبرز لمأساة مستمرة يعايشها السوريون في المحافظة بين انتهاكات التنظيمات الإرهابية وقصف قوات النظام السوري وحليفه الروسي. وفي تجاهل تام لجميع التحذيرات الدولية والأممية من استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، قصفت قوات النظام بصواريخ محملة بمادة الفوسفور بلدة إبدامة غربية مدينة جسر الشغور بريف محافظة إدلب بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. استهداف البلدة بالأسلحة المحظورة جاء بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام الإرهابية والحزب التركستاني من جهة أخرى على محاور تلال كبانة بريف اللاذقية الشمالية في محاولة من قبل قوات النظام للتقدم وسط تمهيد صاروخي مكثف تنفذه على التلال إضافة للقصف الجوي بالبراميل المتفجرة. المعارك العنيفة والاستهدافات المتبادلة بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصراً بالإضافة إلى إصابة عدة عناصر آخرين بجروح. ميدانياً أيضاً وثق المرصد قصفاً جوياً مكثفاً بطائرات النظام والطائرات الروسية على أطراف مدينة إدلب وريفي المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي ومحيط كفر حلب بريف حلب الغربي بالإضافة إلى قصف بالقذائف الصاروخية من قبل قوات النظام على المناطق ذاتها. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن حصيلة الخسائر البشرية منذ بدء حملة التصعيد الأعنف في المنطقة العازلة أواخر أبريل نيسان الماضي ارتفعت إلى أكثر من 3800 شخص. حول هذا الموضوع معنا الآن من بيروت الدكتور خالد عزيز أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشأن الأوروبي، كما وينضم إلينا من ريف إدلب مصطفى النعيمي ناشط إعلامي. مرحبا بالضيوف. لو بدأت من عندك أستاذ مصطفى وأبدأ تحديدا من ما أورده المرصد السوري حول تعرض بلدة إبدامة لقصف بمادة الفوسفور المحظورة دوليا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية، النظام السوري لا زال يقصف بشتى أنواع الأسلحة سواء المحرمة دوليا أو التي لم تحرم والتي تؤدي إلى القتل في النتيجة. لكن متى سيوقف هذه الحملات لا نعلم، متى سيتحرك المجتمع الدولي لا نعلم، متى سيوقف شلال الدم السوري لا نعلم، متى سيوقف التهجير القسري لا نعلم، متى سيوقف العالم بأجمله وقفة أخلاقية لوقف هذه الآلة العسكرية الهمجية التي تستهدف بكل أنواع الأسلحة. وللأسف اليوم السلاح الجوي الروسي يشرف بشكل رسمي بطائراته الحربية وكذلك المروحية في استهداف والتمهيد لقوات النظام السوري، ويجلب أيضا إلى تلك العمليات العسكرية ميليشيات طائفية متعددة الجنسيات منها العراقية واللبنانية والإيرانية وكل من يسعى لقتل الشعب السوري. طيب، ما نطلبه اليوم هو تأمين خطوط لوصول النازحين إلى مناطق آمنة وكافة العمليات العسكرية تجاه المدنيين العزل. طيب أستاذ مصطفى، هل تسمعني؟ نعم أسمع. أسألك، ما الذي تبقى من إدلب ومحيطها اليوم؟ مدينة إدلب لا زالت منطقة اشتباك، لا يوجد سيطرة لأحد، ما زال النظام السوري يستهدفها بالمروحيات وكذلك الطائرات الحربية والمدفعية، فلا يوجد سيطرة إطلاقا. ماذا عن الأوضاع العسكرية بالنسبة للفصائل، وماذا عن نقطة المراقبة التركية المحاصرة في بلدة مورك؟ ما زالت نقطة المراقبة التركية في طور تفاهمات دولية، تفاهمات مرحلية، ولم يرشح شيء حتى اللحظة عن آلية التعامل، كيفية مهامها، كيف ستكون مهامها المستقبلية، كيف سترشح تلك الاجتماعات، المحادثات بين الرئيسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا شيء واضح حتى هذه اللحظة. وهنالك اجتماع أيضا إيراني تركي روسي وأيضا لم يرشح أي شيء عنهما حتى هذه اللحظة. حتى هذه ننتظر اللحظة.
حتى طيب. هذه اللحظة لم يرشح أي شيء. سؤال أخير أستاذ مصطفى. ولكن هنالك تعزيزات. تفضل. ولكن هنالك تعزيزات أيضا قدمت اليوم باتجاه ريف إدلب الجنوبي، تعزيزات من نقاط المراقبة التركية تجاه ريف إدلب الجنوبي. طيب دعني أسألك أخيرا يعني عن الأوضاع العسكرية بالنسبة للفصائل، وأين هي؟ هل تم إذابتها يعني في ريف حماة الشمالي؟ الحديث يدور عن تقدم سلس وسريع حققته قوات النظام في تلك المنطقة. الفصائل العسكرية المقاتلة أغلبها قد انسحبت من تلك المنطقة نتيجة للتمهيد العسكري المكثف جدا من خلال الطائرات الحربية الروسية، مضافا إليها المروحيات النظام السوري، حيث قصفت تلك المنطقة بقنابل ارتجاجية شديدة الانفجار، مما أدى إلى خسارة كبير من الشهداء، وهذا يؤدي إلى سحب كافة القطاعات العسكرية. قد يقول القائل في هذه النقطة أستاذ مصطفى، استخدام هذا النوع من الأسلحة والتعاطي العسكري لقوات النظام وحلفائها، هذا ليس بجديد، هذا قديم يعني. هذا السيناريو الذي يعتمد عليه النظام السوري، سياسة الأرض المحروقة التي يمهد لاحتلال تلك المنطقة. ولكن طيب. لابد من تسليط الضوء على نقطة مهمة جدا، وهي أستاذ مصطفى، أن كل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري قد تكون مدمرة شبه بالكامل. وتلة الحماميات تشهد على ذلك، وكذلك منطقة ريف حماة الشمالي، فلا يوجد سقف على أي منزل موجود في تلك المنطقة. لابد من فتح هذه الحقائق وعرضها على الجهات الدولية لمحاسبة هذا النظام. النظام لا يستثني أحدا، يقتل كل شيء. طيب الناشط الإعلامي مصطفى النعيمي حدثنا من ريف إدلب، شكرا جزيلا لكم. والآن أرحب من جديد بضيفي من بيروت الدكتور خالد عزيز. دكتور خالد مساء الخير، مرحبا بكم دائما على شاشة اليوم. بداية، كيف تنظرون للتطورات الأخيرة في ريف حماة الشمالي، وأي مصير ينتظر نقطة المراقبة التركية في مورك برأيكم؟ يعني مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين وضيوفك وضيفك العزيز والفريق العامل. بالطبع المأساة السورية هي مأساة تتكرر في كل لحظة، وبالتالي السيناريو المطروح هو إفراغ المنطقة بطريقة عسكرية، وليس كما يدعي الروس مقاتلة التطرف. ونحن نعرف البادية السورية التطرف وجنوب حلب لا تزال داعش موجودة ولا أحد يقاتلها، بالإضافة كل الطلعات التي نفذها السلاح الجوي الروسي لم تطال النصرة ولا بأي ضربة. وهذا يعني أن الحرب فعليا هي حرب تهجيرية، حرب تدميرية، حسب ما قال مراسلكم بأن الأسلحة التي تستخدم. أستاذ مصطفى هو ناشط إعلامي وليس مراسلنا الدكتور خالد. نعم تفضل. الناشط الإعلامي بغض النظر يعني هو بالنهاية يتكلم بطريقة يعني مشاهد ما يرى في الأرض. نعم. هذا البانوراما الذي أنجز يعني أوجزها هي تدل على استعمال كل المحرمات بوجه الشعب السوري تحت ذريعة الإرهاب. وربما اليوم روسيا قد تكون اتفقت هي وتركيا على سيناريو بتسليم إدلب دون التحرك، سوى التصريحات التنديدية لعدم الدخول وعدم الدخول. ونحن نعلم بأن هذا الانهيار السريع هو ليس انهيار وليس السيطرة، هناك انسحابات. لنرى ما هي الاستراتيجية التي كانت وراء هذه الانسحابات الفعلية بدون قتال، بالوقت الذي كان هناك قتال لمدة 3 أشهر والروس لم يتقدموا في قرية. نعم. وهذا يدل على أن أستانة 13 كانت هي عملية توافق ما بين الأطراف، وبالتالي تم انسحاب هذه الفصائل. وهذه عملية التهجير التي تستخدمها روسيا هي تهجير للسوريين من خلال القصف والتدمير والقتل. وهذا يعني هنا بالذات هو ورقة إدلب هي ورقة مساومة روسية بوجه المفاوض الأمريكي. هذا ما يدفعني للسؤال في الحقيقة دكتور خالد، يعني أنت أشرت إلى وجود اتفاق تركي روسي جديد حول إدلب. السؤال يعني ما الذي تغير أو سيتغير، وما الذي ستجنيه كل من تركيا وحتى روسيا؟ يعني نحن نعرف شغلة كثير بسيطة، عندما بدأت تركيا أن تكون الضامن
بدأت السقوطات والانهيارات لسوريا منذ حلب الشرقية، وبالتالي تركيا وضعت نفسها في أن تكون الضامن واللاعب الأساسي لمناطق التطور، لورقة صغيرة جدا بأن مشكلة أمنها القومي هي التمدد والتوسع الكردي، وهذا ما تم التوافق عليه مع الجانب الإيراني بكون أن الأكراد يشكلون أزمة فعلية لهاتان الدولتان. ومن هنا الروس كانوا يحاولون استعمال المناورات على هامش الخلاف التركي الأمريكي بهذه النقطة، لأن الروس لا يستطيعون أن يقدموا أي شيء للأكراد، وبنفس الوقت هم لا يستطيعون أن يتفاوضوا معهم سوى بنقطة واحدة، الذهاب للتفاوض عبر نظام الأسد. وهذا يعني بأن الروس هم لا يملكون الورقة السورية، هم مجرد يقدمون نفسهم على قاعدة حديث لافروف منذ العام 2012، كل من هو ضد هذا النظام فهو إرهابي مهما كانت جنسيته، مهما كان لونه، مهما كان عرقه. ولهذا السبب اليوم المحاربة الفعلية ليست للإرهابيين، هي محاربة الشعب السوري، وبالتالي هناك الاتفاقات الإقليمية من الجانبين الإيراني والتركي والروسي على مدى النفوذ الاقتصادي الذي سوف يبدأ من خلال المساومة على هذا الوجود مع المايسترو الأكبر اللي هو الولايات المتحدة. طيب دكتور خالد، لأن الورقة الأساسية في عملية حل الأزمة السورية هي بيد الأمريكي. بيد الأمريكي. طيب في تساؤل يعني مش واضح ومش مفهوم، روسيا تدعم النظام وتركيا تدعم الفصائل المناوئة للنظام، وفي نفس الوقت هناك علاقة تحالفات ما بين تركيا وروسيا بالنظر لمصالح مشتركة كما تفضلتم. مش واضح طبيعة العلاقة التركية الروسية اليوم في إدلب، هي تارة متوافقة وتارة متوترة، كيف تفسرون ذلك؟ هذه لعبة الأمم. وبالتالي هناك لعبة التفاوض والمصالح. إذا فعليا تركيا هي من تدعم الفصائل لتعطي هذه الفصائل حرية وجودها لدورها، ولأن تكون هذه الفصائل هي قادرة على أخذ القرار والمواجهة وبتسليحها، لماذا يمنع عن هذه الفصائل بالتسليح؟ ولماذا يتم اللعب تارة أنها داعش وتارة أنها النصرة؟ في نفس الوقت كيف تقدم مناطق هذه الحلفاء على طبق من فضة للنظام الأسدي بالوقت اللي هو هي ضد هذا النظام؟ طيب. لذلك أنا قلت هذه لعبة الأمم، وليس هناك في السياسة ليس هناك أصدقاء وليس هناك حلفاء، بل هناك مصالح اقتصادية. لهذا السبب تركيا روسيا إيران لا يهمهم لا الأكراد ولا العرب ولا العلويين، لأن من يدفع الثمن الدم في سوريا هو الشعب السوري، البنية الأرضية السورية، المناطق السورية، وهم من وسعوا الهوة الخلاف بين كل هذه الأثنيات وهذه الأعراق. سؤال أخير دكتور خالد، بالنسبة لتحركات النظام المقبلة بمنطقة إدلب ومحيطها، هل هي مرهونة بالتفاهمات التي سيسفر عنها لقاء بوتين أردوغان في 17 من أغسطس آب المقبل؟ يعني بوتين وأردوغان لم يتفقا في الحديث التليفوني، وربما ستؤجل لقاءهم القادم إلى القمة الثلاثية. وبالتالي لن يعني هنا المشكلة أن روسيا تزيد من أعمال الهوة الفعلية بينها وبين الشعب الروسي بين الشعب السوري من خلال عدم وضوح الاستراتيجية الفعلية لما قادم لسوريا. أردوغان يطلق التصاريح ولا ينفذ، وبالتالي الإيراني يعمل على توسيع الهوة المذهبية، ولهذا السبب القوى الضامنة هي ضامنة فقط لمصالحها وليس لمصالح الشعب السوري. ومن هنا أي اتفاق وأي قمم إن كانت في تركيا أو سوتشي أو أستانا هي لن تحل تفاهمات طالما المفاوض السوري بشقيه المعارض والموالي غائب عن طاولة المفاوضات. طيب. عن ماذا نتكلم؟
أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشأن الأوروبي الدكتور خالد عزيز، حدثنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم على كل ما تفضلتم. نذهب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نفتح الملف الأخير لحديث اليوم. أرجو أن تبقوا معنا.